في ثاني أيام زيارته السيسي يزور جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا والمتحف الحربي بمسقط. القوات المسلحة تعلن مقتل إرهابي وضبط 51 عبوة ناسفة بشمال سيناء. والولايات المتحدة تبدأ خفض قوتها بالعراق بعد هزيمة داعش. الحادية عشرة في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في ثاني أيام زيارته لسلطنة عمان، حيث استهل الرئيس نشاطه اليوم بزيارة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر بالعاصمة العمانية مسقط. وقد اطلع الرئيس على الطراز المعماري الإسلامي المميز للجامع، كما زار الرئيس دار الأوبرا السلطانية بالعاصمة وكذلك متحف القوات المسلحة العمانية. هذا ومن المقرر أن يواصل السيسي اليوم لقاءاته مع المسؤولين في سلطنة عمان لبحث التنسيق والتعاون الثنائي في المجالات كافة. وكان السيسي قد استهل زيارته بعقد مباحثات قمة مع السلطان قابوس بن سعيد، حيث اتفق الطرفان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع الحفاظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول وحماية وحدتها. لا تحتمل العلاقات المصرية العربية في عمومها قولا يزينها أو مناسبة تبرهن متانتها. صحيح أن العلاقات بين الدول إنما تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق الاستفادة القصوى، وصحيح أيضا أن المحيط الإقليمي يحتم وبحكم جغرافيته أن يبتلع الجميع أي مصاعب أو أن يكره البعض وجهه على التبسم وإن كانت الصدور تضيق بما فيها. لكن العلاقات المصرية العربية تظهر نموذجا مغايرا لطابع العلاقات بين الدول بعضها وبعض. العلاقات المصرية العمانية لا تبتعد كثيرا عن هذا الإطار. صحيح ولئن كان العرب قديما قد قالوا إن المرء مخبوء تحت لسانه، لكن الفعل وحده لا القول هو الذي برهنت مصر وعمان من خلاله على أن الإدارة الهادئة غير المتشنجة لملفات الإقليم هي السبيل الأكثر فاعلية والحل الأفضل لكل هذه القضايا. حلول تبقي الأوطان على قيد الحياة وإن نزفت أجسادها بفعل الطعنات. عمان التي لم تتموضع في خانة الاستقطاب دينيا كان أو أيديولوجيا أو مذهبيا، احترمت الجميع وصانت سيادتهم، فنالها قسطا معتبرا من الاحترام كانت تستحقه. الاستقبال الاستثنائي الذي نظمته سلطنة عمان للرئيس السيسي، الرئيس الذي يزورها للمرة الأولى منذ وصوله لسدة الحكم، كانت دليلا كافيا وقاطعا على ثقة السلطنة في أن النوايا المصرية تجاه عمان والخليج العربي لا تزال على حالها من الدعم الصادق والمواقف المرتكزة على ثوابت يصعب زحزحتها. الاستقبال الاستثنائي هذا من قبل السلطات ومن قبل السلطان قابوس بن سعيد ووضع الزيارة في إطار زيارة الدولة يذكر الجميع بجملة المواقف التي تحسب للسلطان قابوس بن سعيد ثامن سلاطين السلطنة في إطار علاقته الممتدة بمصر وقضاياها، دعم في الشدائد وتذكير من فك يتلى بوجودية الدور المصري لقضايا المنطقة. ما كانت مصر تسرع الخطى صوب محيطها العربي بحثا عن وجاهة مفتقدة أو زعامة منقوصة، وإنما كان إدراكا حقيقيا من جانبها بدقة اللحظة وأهميتها. وما جاء الرد العماني إلا كجزء من رد عربي يقول لمصر إنها عادت وليس لها أن تغيب. أحمد أبو زيد، أون لايف، مسقط. يلتقي اليوم رئيس الوزراء الشريف إسماعيل وزيري التربية والتعليم طارق شوقي والبترول طارق الملا. ويقوم هذه اللقاءات تقوم في إطار المتابعة المستمرة لرئيس الحكومة للملفات المتعلقة بكل وزارة وخطتها خلال الفترة المقبلة.
قال وزير البترول المهندس طارق الملا إن معرض مصر للبترول الدولي المقبل يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين في قطاع البترول عن طريق خلق آلية لعرض الفرص المتاحة في السوق المصرية. معرض مصر للبترول والغاز في الدولي في 2018 في الأسبوع القادم إن شاء الله، ده يعتبر النسخة الثانية منه، والحقيقة الغرض منه إن احنا مع قصص النجاح واستراتيجية مصر في التوسع في تنمية وزيادة الإنتاج من البترول والغاز في مصر والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، بنحتاج إن احنا معانا آلية لعرض هذه النجاحات وحكاية ويعني نحكي الحكاية بتاعتنا. فأهمية هذا المؤتمر هو ان هو بنعتبرها نافذة لقصص النجاح بتاعتنا، وكمان ايضا وضع استراتيجيتنا على الخريطة العالمية بحيث ان هي تكون نتيجة ذلك انها تجذب مزيد من الاستثمار وتجذب مزيد وتشجع مزيد من الشركات انها تيجي في مصر وتشتغل وتستثمر. وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر غير كاف لتحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى أهمية وجود عوامل أخرى منها خلق بنية تحتية وسن تشريعات محددة. النهاردة لما بنقول مركز إقليمي لتداول البترول والغاز احنا بنتكلم على موقع جغرافي، طبعا ده ما نقدرش نتكلم فيه لانه ده لوحده مش كفايه. احنا بنتكلم على امكانيات بنيه تحتيه من ناحيه، زي ما كنا بنحكي دايما وبنقول انه المرافق اللي هي عباره عن محطات الاساله او معامل التكرير او خطوط الانابيب، كل دي كلها حاجات بتساعدنا او مواني الاستقبال. ولكن احنا كمان في حاجه تانية مهمه، ان احنا استصدرنا قانون الغاز، وقانون الغاز قانون تسويق تنظيم سوق الغاز، وده قانون مهم قوي انه بيسمح للشركات العالميه وشركات القطاع الخاص والشركات المستقله انها تشتغل في كل اوجه وكل انشطه الغاز تسويقا وبيعا وتداولا وتخزينا ونقلا، كل اللي احنا عايزينه. فدي حاجه، فبالتالي يبقى انت عندك قانون بيحمي الاستثمار في هذا النشاط، لانه كمان بيملي انه يجب ان احنا ننشئ جهاز تنظيم سوق الغاز كمان، وبالتالي دي حاجه زي ما بقول بتحمي وبتؤكد على ان احنا جادين في جذب استثمارات في هذا النشاط. تمكنت قوات انفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجويه من القضاء على ارهابي شديد الخطوره مع ضبط سته اخرين من المشتبه بهم، كما تمكنت ايضا من اكتشاف وتدمير عربتي دفع رباعي وست دراجات ناريه خاصه بالعناصر التكفيريه، بالاضافه الى تدمير مخزنين لقطع غيار دراجات ناريه و51 عبوه ناسفه. وقد قامت القوات باكتشاف وتدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية. هناك فاصل يأتيكم بعده، نعود لكي نواصل الأخبار، فانتظرونا. أهلا من جديد. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية خفض قواتها في العراق عقب هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد بريس. وأكدت مصادر عسكرية بالتحالف الدولي في العراق أن واشنطن تجري الآن عملية نقل الجنود والأسلحة والمعدات من العراق إلى أفغانستان، مضيفين أن عشرات الجنود الأمريكيين غادروا في رحلات يومية في الأسبوع الماضي. هذا وقد نشرت السلطات العراقية أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وإلى حزب البعث. وقد وضحت مصادر عراقية أن من بين الأسماء 28 من كوادر تنظيم داعش و12 من قادة تنظيم القاعدة و20 آخرين من قادة حزب البعث المنحل، ولم يدرك في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار.
كثفت الطائرات الروسية من غاراتها على بلدات ومدن يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة إدلب بشمال سوريا. ووفقا لرويترز فإن الغارات الجوية استهدفت بلدتي كفر نبل ومعصران ومدن سراقب ومعرة النعمان وإدلب، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. إنهم عشرات القتلى من مسلحي النصرة كانت حصيلة الرد الروسي على إسقاط التنظيم الإرهابي لمقاتلة حربية فوق محافظة إدلب مع مقتل قائدها. ولا تزال القيادات الروسية في قاعدة حميميم تسعى بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن خفض التصعيد في إدلب إلى استعادة جثة هذا الطيار. بعد أن خرجت من مطار حميميم في طريقها لقصف أهداف العناصر المسلحة، سقطت مقاتلة روسية من طراز ساخوي فوق مدينة إدلب شمال سوريا عقب استهدافها بصواريخ حرارية من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، إلا أن الرد الروسي جاء سريعا ونتج عنه مقتل 30 إرهابيا. وفي بيان أصدرته عقب الحادث أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت موقعا استهدف ساخوي سلاح جديد بالغ الدقة دون الكشف عن نوعه، كما أطلقت البوارج الحربية 4 صواريخ على بلدة خان السبل بريف المحافظة. ويبدو أن غضب موسكو لن يقف عند هذا الحد، خصوصا عقب اعترافها بمقتل قائد الطائرة على يد مسلحين بعد أن قفز بمظلة من طائرته، حيث يرجح مراقبون أن تضاعف الطائرات الروسية غاراتها في الساعات المقبلة على مدينة سراقب بإدلب، رغم أنها تعد واحدة من مناطق خفض التصعيد في سوريا، بالرغم من الإنجازات العسكرية التي حققتها القوات السورية على الأرض بمساندة الجانب الروسي، إلا أن قواعد اللعبة الميدانية لا تزال دفتها تتأرجح بين هذا وذاك، فتارة لصالح الجيش السوري وحلفائه، وتارة أخرى إلى المسلحين. ليبقى التساؤل، من وراء هؤلاء المسلحين الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة، ومن المستفيد الأول في تلك المعركة؟ دعت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين، دعت روسيا إلى وقف دعمها للهجوم الذي تشنه تركيا منذ أسبوعين ضد هذه المنطقة. وطلبت الإدارة الروسية بالتراجع عن موقفها الداعم لإرهاب الدولة التركية تجاه أهالي عفرين بكافة مكوناتهم، مشددة على أنها تتحمل مسؤولية المجازر التي ترتكبها تركيا بحق المدنيين الأبرياء. كما طلبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالتدخل لوقف العملية العسكرية التركية. إلى ذلك تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة عفرين تنديدا بالهجوم التركي على المدينة، وقد رفع المتظاهرون صورا لقتلى وجرحى للتوغل التركي الذي وصفوه بالاعتداء الإرهابي الوحشي، كما حملوا أغصان الزيتون في إشارة لرفض اسم العملية التركية. في ناحية أخرى هددت تركيا بشن عملية عسكرية في مدينة مينبج السورية حال لم يخرج منها من وصفتهم بالإرهابيين. وقال المتحدث باسم الحكومة التركية في تصريح نقلته وكالة الأناضول الرسمية إن قوات بلاده على أهبة الاستعداد لدخول مينبج إذا لم ينسحب منها مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. محاولات يبذلها أهالي الرقة للعودة إلى منازلهم مرة أخرى بعد طرد تنظيم داعش منها، إلا أن صعوبة عبور نهر الفرات بعد تحطم الجسور الموجودة عليه كافة يحول دون عبورهم إلى البر الثاني. على خلفية أصوات المواتير التي لا تهدأ، وضع أهالي الرقة أثقالهم في قوارب تكاد تقوى على حمل الفرين من الحرب بأوزارها. ضفاف نهر الفرات شهدت تجمع المئات من أهالي الرقة حاملين أمتعتهم في محاولة لعبور النهر بعد أن حطمت الحرب كافة الجسور المؤدية للبر الثاني. رحلة العودة التي يأملها سكان الرقة تأتي بعد استعادة المدينة من قبضة داعش بعد حرب شرسة استمرت قرابة 4 أشهر، وانتهت في أكتوبر الماضي بطرد التنظيم من الرقة التي أعلنها عاصمة له من قبل.
أبو أحمد الصويري واحد من بين المرتحلين، يقف على شاطئ الفرات حاملاً أمتعة أنقذها من منزله قبل الفرار. نحن معاناتنا الكبيرة بمدينة الرخاء أكثر مما يتصور العالم، يعني نحن أسعى بالضفة الثانية بنهر الفرات بالشامية، نجي على بيوتنا بالرخاء تنظف وركام ونسكن، نحاول نسكن لأي ترميم بيوت، فنجي يومياً بالسفن بالقوارب نشيل متوراتنا نرجع، نجي الصبح نرجع العصر، والجسور موجودة اللي دمرها التحالف دمرها وما صلحها. فامبارح على سبيل المثال الباركات اللي واحد من الباركات اللي تشيل سيارات تشيل أثاث غرقهم مع أكثر من 20 شخص نساء وبيناتهم أطفال. التجديف مستمر والرحلة كذلك، أصوات المواتير تتعالى وتتسارع معها حركة المياه، بينما الخوف يملأ النفوس لعلها تكون الرحلة الأخيرة. الناس يعتبر بدها كل يوم، يعني يبي ناس تحط 3000 اليوم وعمل ما بي، بلد مدمر يعني، يعني أقل شيء يسوونه هالجسر يعني تعبر بيه الناس من نهارين، أول بارح قلب برك بالمي وما تم بيه شيء 10 أوادم كل أطفال صغار، يعني نحن صار عندنا مثل ما قال أوروبا، نشيل نسمع بأوروبا والله بالزوارق قلبة العالم ماتت، وعندنا نفس الشيء صار بالرقة. سباق مع النهار يقطعه أهالي الرقة الواقفين على الشاطئ في محاولة للحاق بضوء الشمس قبل أن يرسل الليل ظلامة، فغياب الكهرباء ليلا يعيق الحركة تماما. رحلة بدولار واحد يدفعها مواطن الرقة بما يعادل 500 ليرة من عملة بلاده، وقد يدفع حياته معها ثمنا لعبور الفرات بحثا عن منزل ربما يستدل عليه من تذكاراته التي علقت بين الجدران قبل أن تحطمها قذائف الغارات الجوية على الرقة. في خبر عاجل، وفي ثاني أيام زيارته إلى سلطنة عمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي حاليا نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود، حيث كان السيد الرئيس قد استهل زيارته إلى سلطنة عمان بعقد مباحثات قمة مع سلطان قابوس بن سعيد، حيث اتفق الطرفان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة. والرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل لقاءاته وجولاته أيضا ومتابعته لأهم الملفات أثناء زيارته إلى سلطنة عمان. إلى أخبار هذه الجولة، حيث أعلنت الولايات المتحدة والأرجنتين أنهما ستعملا معا بشكل وثيق لوقف شبكات تمويل حزب الله اللبناني في أمريكا اللاتينية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أنه تطرق إلى هذا الموضوع خلال زيارته إلى بيونس آيرس، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري. قال تيلرسون إن المباحثات تناولت كيفية ملاحقة المنظمات الإجرامية التي تعمل بالاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال، مشيرا في نفس الوقت إلى ارتباطها بمنظمات تمويل الإرهاب. تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة صلاح عبد السلام المتهم بتنفيذ هجمات باريس التي أدت إلى مقتل 130 شخصا في نوفمبر من عام 2015. تجرى المحاكمة في بروكسل، حيث تم القبض عليه وسط إجراءات أمنية مشددة. من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لأربعة أيام. اعتبرت روسيا أن تعديل الاتفاق النووي الإيراني وتحسينه يعد أمرا مستحيلا في ظل أجواء انعدام الثقة المتبادلة ما بين واشنطن وطهران. وقد أكد سيرجي رياباكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن أي محاولة لتعديل بنود الاتفاق النووي ستؤدي إلى نسفه، محذرا من عواقب ذلك. الآن مع حالة الطقس والنشرة الجوية وزميلة نيرفانا العبد.
مشاهدي اللايف، أهلا بكم إلى نشرة جوية جديدة ليوم الاثنين. طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة جنوبا نهارا وشديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشوائب عالقة نهارا على شمال البلاد. وننتقل إلى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل كبرى 28 والصغرى 15 والأجواء غائمة طوال اليوم. أما في الإسكندرية تسجل كبرى 25 والصغرى 15 والجو غائم نهارا وصافي ليلا. أما في بورسعيد تسجل كبرى 23 والصغرى 15 حيث الغيوم نهارا والصفاء ليلا. أما في أسيوط تسجل كبرى 30 والصغرى 12 والأجواء صافية نهارا وغائمة ليلا. أما في المنيا تسجل كبرى 29 والصغرى 9 والجو صافي طوال اليوم. وفي شرم الشيخ تسجل كبرى 29 والصغرى 19 حيث الصفاء طوال الوقت. أما في أسوان تسجل كبرى 33 والصغرى 14 والجو غائم نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل كبرى 30 والصغرى 12 حيث الأجواء الصافية. أما في حلايب وشلاتين تسجل كبرى 27 والصغرى 19. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل كبرى 20 والصغرى 13. وفي دمشق تسجل كبرى 22 والصغرى 8. أما عن الرياض تسجل كبرى 24 والصغرى 10. وفي طرابلس تسجل كبرى 22 والصغرى 11. وفي الجزائر تسجل كبرى 17 والصغرى 5. وأخيرا في أبوظبي تسجل كبرى 22 والصغرى 16. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. نهاية جولة الأخبار، إليكم أهم العناوين. في ثاني أيام زيارة السيسي يزور جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا والمتحف الحربي بمسقط. القوات المسلحة تعلن مقتل إرهابي وضبط عشرات العبوات الناسفة بشمال سيناء. والولايات المتحدة تبدأ خفض قواتها بالعراق بعد هزيمة داعش. شكرا وإلى ملتقى.